أيها المواطنون، أيتها المواطنات، أنا موضوعي فساس. يا ناس يا ناس، خوكم راهو فساس، يا محاس وحاس، ديما خابط في الساس. جربتوا هالإحساس؟ يا ناس يا ناس، اغسل أسنانك جيدا. بدر 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 فساس، طقع ثلج برد فساس، وراد العبد خويا فساس. ديما ما عندهاش فساس. يا ناس والساس فساس، والفاس والطاس، فوقم راهو فساس. اليوم صار معايا موقف مش عادي، يصير ديما في ليبيا، وطبعا هلي كلهم انشغلوا علي. تو نعدى العيد بدر هذا بس، معقولة العيد الساعة 5 ومازال مروح؟ أكيد في الدير شي مشكلة، والله دير شي حاجة. يا العبد انت يا العبد، انا قباتي بالله يمشي شوف خوك كان طول الشور هنا. انا اللي قلت له اطلع من الاخير، بدر خويا فساس. وامي الله على الام اكثر وحده كانت مشغوله علي. يا عزدين يا عزدين، نبو حاجه للثلاجه، راهي الثلاجه فاضيه وما عندنا الصابون باش نغسل الدبش. منين لنا منين نريد نجيب لك؟ غير خليني في قصة العيلة اللي طول. إن شاء الله خير، إن شاء الله خير، ما تخافش. مرة إلا كان يلعب مع أصحابه جيت أطيب عيشه. وطبعا أمي مش معدلة علي، تبي حاجات الثلاجة وتبي بطاس وسيل، وأنا فساس. طولت عليكم، أكيد تبوا تعرفوا أنا شن صار معايا. وكنجل أي كنك يا رب. أنا اليوم داير حادث، وجماعة اللي خشوا فيها ركبوا فيها تشليط يا بادي، وما طلعين من الحضر، وانا ماشي في طريقي صح. قلت خشوا فيها، قلت لهم كيف انت بتخشوا فيها؟ ركبوا فيها تشليط وضرب كلب زول عيوني. يا عيوني ضربوك صار والله نوريهم زحي عليهم هاي جايهم بيايهم منورين. اول ما قلت لهم مضروب ضريحة طلعوا يجروا بيصابوا معايا عاد. كيف صار؟ ما اللي طرق في خويا وضربها؟ اليوم الدم للركاب إن شاء الله. طبعاً خويا ذكرك، بس أول ما عرف إن الجماعة اللي خشوا فيه أنا صيرتهم عليه 14.5 روح. وين يا داق وين وين؟ 14.5 دير لي معه ماركة، وبعدين هو اللي غلطان طالع في الخضر، مفروض يحق ل 14.5 ويطلع بعد ما يكملوا جماعة طريقهم. وفي الأخير أنا اللي قعدت غلطان، اللي طالع في الضي الخضر وطريقه صح هو الغلطان. وعد باتي لأقرب مركز يبي يفتح محضر في الجماعة، عارفين الشرطي شن قال له؟ والله يا حويج إحنا الموضوع هذا مش شورنا، وبعدين تقدر تمشي الوحدة من الكتائب وما كتارهن يقدروا يديروا لك راي، نحن سادنا اللي قاعد يسرنا. وطبعا الشرطة معروفة فساس. باتي ما يأسش ودغري عدى للمرور اللي كان مصبي في السيمافرو اللي درت فيه الحادث. وطبعا الشرطي بتاع المرور اللي كان ماسك في السيمافرو اللي درت فيه انا الحادث، عارفين شن داروا له؟ ضربوه. احنا توا معنى الحريه عندنا انه ضروري يكون القانون فساس. وطبعا انت بكلكم عارفين ان السواقه في ليبيا توا جو مش عادي بكن. نتذكر زمان انها كانت فن وذوق وأخلاق، بس تول حاجات هذينا فساس. يعني عادي جدا تقدر انت ماشي في طريقك جوك تمام وطالع في الخضر، يخش فيك واحد طالع من الحمر، تنزل تقوله معقولة يا شابك خربت لنا سيارة؟ عارفين شنو يقول لك؟ انت مفروض تفضلي، انا سيارتي اصلا ما فيهاش فرنوات. وطبعا هو غلطان مش غلطان انت فساس. وهذا كله كوم، والكوم الآخر إنه كان خش فيك واحد صاحب بطاح، فمعناها أنت قبل ما تنزل من السيارة هذا كان في سيارة أصلاً. أعرف روحك فساس. جماعة البطاطيح منورين بك، نقول لهم الكباري قريب يطيحن، الكباري قريب يطيحن، الكباري قريب يطيحن. وهم مش معدلين بكر، تلقاه شايل لك حاوية فوق السيارة وراكب فوق كوبري جليانة عادي جدا. وطبعا حياة الناس عندهم فساس.
من الأخير الشعب كله مفروض يديروا لهم إعادة تأهيل في السواقة، لأن بجديات السواقة في ليبيا بسان. دور يدك أيها المواطنون، أيتها المواطنات، أنا موضوعي بسان. يا ناس يا ناس، خوكم راهو في الساس، يا محاس وحاس ديما خابط في الساس، جربتوا هالإحساس؟ يا ناس يا ناس.